انضم الرئيس الجنوب أفريقي إلى فريقه في يوم أمس على الساحة الخضراء حينما رفع عبوة المنتخب كأس العالم للمرة الثانية بتاريخهم. تغلبت جنوب أفريقيا بالأمس على إنجلترا بنتيجة 15-6، مباراة تذكرهم بلقاء عام 1995. انتصروا في النهاية ليعبروا عن بلد لم يحقق وحدته إلا عام 94. أحاول ألا أبكي، لكنها لحظة تاريخية، 4 أعوام من الجهد لـ50 شخص، كل ذلك لهذا الكأس، لكنه يساوي الكثير. خلال فترة طويلة من اللقاء المرتقب لم يكن بالمستطاع التكهن بمن سيحصل على لقب أبطال العالم، فقد كان الجميع يسعى لذلك ويستعينون بالدفاع وكذلك بالهجوم. في بداية الشوط الثاني أفلح اللاعب الإنجليزي ماتيو في اختراق خط النهاية، ولكنه بسبب عرقلة خصمه لم يفلح في التسجيل بعدما لامست قدمه الخط. وفي الدقيقة 62 غرز اللاعب فرانسوا شتاين راية النصر لفريقه بضربة الجزاء التي رفعت رصيدهم إلى 15-6 لإنجلترا، وانتهت المباراة بهذه النتيجة. لم يفلح الفريق الإنجليزي من أن يسعد جمهوره على الرغم من حصوله على المرتبة الثانية، بينما حصلت جنوب أفريقيا على لقب أبطال العالم وبجدارة بعد كل تلك المباريات التي أمتعونا بها وكانوا بحق الأقوى على الساحة الخضراء. حملت لنا هذه البطولة التي انتهت مساء الأمس الكثير من المفاجآت السعيدة وكذلك الحزينة. كان لقاء منتظرا بفارغ الصبر وشهد تشجيعا حماسيا، لكنه انتهى كصدمة أولى للجمهور الفرنسي، تلك الافتتاحية الشهيرة التي خرجوا بها بخسارة محبطة أمام الأرجنتين، صدمة تركت آثارها على الأجساد وكذلك في القلوب. وبعد ذلك جاء الموعد مع الهاكا المنتخب النيوزلندي، حيث لم يتمكنوا من زعزعة عزيمة منتخب فرنسا الذي أعطاهم درسا في رياضة الرجبي، وذاقت فرنسا حينها نشوة النصر بجدارة بعدما أقصت نيوزلندا بالقميص الرمادي لتترشح إلى النصف النهائي. وفي نفس اليوم ترشحت إنجلترا أمام أستراليا في مارسيليا لتصبح هي الخصم المقبل أمام فرنسا في النصف النهائي. وخلال اللقاء بين إنجلترا وفرنسا برز اللاعب الإنجليزي جوني ويلكلسون كخصم عنيد الذي نفذ عدة ضربات ناجحة وحرك النتيجة لصالح إنجلترا لتتأهل بذلك إلى النهائي ويخرج الفريق الفرنسي من البطولة. وفي الجانب الآخر من النصف النهائي استغل برايان هابانا أخطاء الأرجنتين لتنتهي المباراة لصالح منتخب جنوب أفريقيا التي ترشحت للنهائي أمام إنجلترا، ولم يترشح الفريق الفرنسي الذي لعب في عقر داره واكتفى دون فرحة بالمرتبة الثانية.